هل مواليد العقرب بيوعدنا الفلك بشهر آذار مارتش جيد؟ عزيزي العقرب، رح تدخل شهر من التحديات مع وجود كوكب مارس وفينوس بمعاكسة برجك، يعني ببرج الدلو. طول بالك، ما تتحمس وتقول لا لا، بس بدك تفهم انه ابتداء من الاسبوع الثاني بدك تنتبه، مش اكثر. بدك تكون حاضر لانه الفلك بيحتم عليك التأني. صدقني هيدا الشيء كتير مهم. هالتأني بيجعلك تعيش بعض التجارب والمواقف الدقيقة، ويمكن تضطر لصد بعض الأعداء، وبيفرض عليك أمر هو مثل الكابوس بيخيم فوق رأسك أو صدرك ربما. لا لليأس، لا للإحباط يا عزيزي. انتبه، في أمال كتيرة بالمقابل فيك إنك ترتاح لها، وبتخطى كواكب ميركور بالحوت بين 11 و27 وقمرين، كوكب ميركور وقمرين، واحد جديد بالحوت بتاريخ 2 والتاني مكتمل بالعذراء نهار الجمعة 18. يعني هو كافيين حتى يروقوك ويريحوك ويعوضوا عن معاكسة فينوس ومارس. هالمواقع الفلكية مناسبة وبتدل على حلول تلتقي مع بلوتون ببرج الجدي لنشر بعض الجديد ولمفاجآت عاطفية جيدة بتوصل لك، كما أنه مارس وفينوس رغم المعاكسة بيبعثوا رسائل إيجابية على الصعيد الاجتماعي والعائلي، وبتكون الاتصالات العائلية مهمة جدا بحياتك الشخصية. حب قديم قد يعود للظهور بحياتك، ويشير هالمشهد الفلكي الكامل لمزاج أكثر إيجابية من سلبية، ولا أمور بناءة بتتمتع فيها بالإضافة لتحسن بالوضع الصحي. منيح. بدور أحاديث كتير مهمة عزيزي العقرب مع زملاء وأصدقاء لإلك وبعض الأقرباء كمان. بيبرز مشروع جيد بيجعلك تخطو خطوة مهمة باتجاه جديد، أو بيجعلك تاخد قرار حاسم ومصيري على الأرجح. هالشهر بيحمل لك مفاجأة ويدعيك للتحاور والنقاش وشرح أفكارك والإصغاء للآخرين، وبيصدر عن هالحوارات شي جديد أو فكرة بتتبنيها بدون تردد. يمكن تبلش مشوار جديد الآن وتكتشف رغبات أخرى عندك كانت يمكن مكتومة. أوقات عنا رغبات ما منعرفها مظبوط أو ما فينا نصورها أو نفهمها، وفجأة منكتشفها. هاللقاءات بتأدي لعروض تتلقيها حتى تمارس مواهبك يا عزيزي، وتطل على تغييرات مهمة وظروف غير روتينية. بعض مواليد العقرب بيوقعوا على شراكة بالعمل، أو بيسافروا للقاء أفريقا، بيتفقوا هن وياهن على مشروع جديد، أو بينتجوا شيء بيشوفوه كتير مناسب. البعض الآخر بيلاقي حلول لمشاكل سابقة، أو بيحققوا حلم أو يمكن أمل بعد طول انتظار. ربما أنت فوت فرصة، الأقدار بتحمل لك تعويض أو فرصة تاني لازم ما تتركها تفل قبل ما تقطفها. مثل بالشؤون المهنية كمان الشؤون العاطفية بتعيش تجارب وانفعالات وتغييرات ومفاجآت ابتداء من تاريخ 7، بتهيمن ديناميه جديده على حياتك، بتجعلك متحمس واثق من نفسك جدا جدا، منتفض على بعض العلاقات في بعض الاحيان. بس انت هالشهر رح ترفض المساومات، بتشعر انك الاقوى في علاقه حتى ولو حاول الطرف الاخر انه يجافيك. بتفرض توجهك وبتطلب من الاخر التجاوب معك بدون شروط. على كل حال هي طبيعتك بالإجمال، حتى ولو بديت هادئ أنت بتعيش غليان داخلي دائم وما بترضى بأنصاف الحلول. بتهوى الإغواء بهالشهر وممارسة بعض الألاعيب العاطفية والبهلوانية العاطفية يلي بتثير حماستك وبتحرجك وبتطلعك من رتابة أنت بتكرهها. بتمر بوقت دقيق جدا ربما تحتار خلاله كيف بدك تتصرف، فبتظهر عن قسوة ما بتترجم مشاعرك الحقيقية،
أو يمكن تضطر تبين بالخارج أنك قاسي، ولو من جوا بتكون رقيق جدا، وهالشي إنقاذا لكبريائك، مثل أغنية أم كلثوم: لكن عزة نفسي منعاني. بتعلم وبتعرف عزيزي العقرب أنه الكبرياء مؤلم وموجع، بس ما فيك تغير طبيعتك وما فيك تسامح جرح بهالمجال. هل ينتصر الحب أم الكرامة؟ يمكن أنت مستعد للتسامح عند أقل اعتذار أو التفاتة من شخص تسبب لك بأذى. إذا تسببت بأذى لأحد مواليد العقرب، هلأ حاضر هو يسامحكم؟ إذا اعتذرتوا يلا قولوا وراي باردون.